بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد نحيي إخوتنا الذين سعدنا بهم هذه الليلة، وأقول تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر والمثوبة وأجزل لكم الثواب، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب العتق، والعتق أن يخلص الرقيق من الرق إلى الحرية، يعني بعدما كان رقيق ليس كغيره من الأحرار، لا يرث ولا يورث، بل هو مال لسيده، فإذا اعتقه انتقل من الرق إلى الحرية وأصبح كغيره. قد ينتقل الرقيق بقول سيده له أنت حر، وقد يكاتبه، ومعنى المكاتبة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال يدفعه على أقساط محددة، وقد يدبره يقول إذا مت فأنت حر، وقد تكون أم ولد وهي الجارية يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، فإذا مات سيدها عتقت من كل ماله، يعني ما ننظر هل جعت من الثلث أو لا. فالعتق له أبواب وفيه مباحث كثيرة، وإذا كان لا يوجد في وقتنا الحاضر ففي هذه الأيام أو الأيام الماضية القريبة لا يوجد لدينا رق، والدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء، ومن يدعي شخصاً يثبته ويأخذ ثمنه إذا ثبت ذلك، وإلا فإن الناس كلهم أرقاء. لكن نجد أننا نبحث في مسائل العلم فنجد أن من تسبب في قتل آخر، في وفاة شخص بحادث سيارة أو غيره، اثنين ثلاثة، ففي الواحد كفارة وهي عتق رقبة أولا وأشياء أخرى بعدها. ولو واقع الإنسان امرأته في نهار رمضان وهو صائم فإن عليه الكفارة، وهي أولا عتق رقبة. ولو آلى، يعني حلف ألا يواقع امرأته فترة تزيد على 4 أشهر ثم طلبت الرجوع، فنقول إما أن ترجع وإما أن نطلق عنك لما في ذلك من الضرر على المرأة. فإذا أراد الرجوع في الفترة التي آلى فيها فعليه الكفارة، وأولها عتق رقبة. وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها وأراد أن يكفر، فالكفارة أولا عتق رقبة. وهكذا أيها الأحباب، فنحن نقرأ هذه المسائل لارتباطها بأحكام شرعية لا نستغني عنها، وإن كان الرق غير موجود لدينا ولله الحمد، فالناس كلهم أحرار. قلنا الكتابة ما هي؟ الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده على مبلغ يدفعه على طريقة أنجوم نجوم، يعني على طريقة الأقساط، لأنه أصلا ما عنده شيء، أصلا لا يوجد لديه شيء، وإنما يقول سيعمل في حرفة من الحرف، سيتجر، سيبيع، سيشتري، ويجمع مالا ويعطي السيد، فيسمى المكاتب. ونقرأ في القرآن والمكاتبون،
فهم يعطون من الزكاة لسداد أقساط كتابتهم. والمكاتب رقيق رقيق ما بقي عليه درهم، يعني لو اشترى نفسه ب10,000 على سبيل المثال وسدد القسط الأول والثاني والثالث والعاشر بقي منه مثلا درهم أو درهمين، قال لا أنا ما أريد، أريد أرجع إلى الرق عند سيدي. فورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. وهنا قصة بريرة مرت بنا بأنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت إني كاتبت على 9 أواق فأعينيني، فأخبرت أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام اشتريها، فدل على أنه يجوز شراء المكاتب، والمكاتب رقيق ما دام لم يسدد كامل المبلغ، وإذا سدده أصبح حرا، أصبح حرا، وما دام بقي عليه شيء فهو رقيق. فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها، قالت إنه مشترط الولاء لهم، يعني اللي باعوا بريرة قالوا الولاء لنا. ما هو الولاء أيها الأحباب؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فجماعة بريرة اللي باعوها أو اللي كاتبوها قالوا الولاء لنا، يعني إذا مت فالذي خلف تتركينه كله لنا. فقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، الولاء لمن أعتق. ونجد أننا في درسنا في يوم الاثنين في الفرائض قلنا الأسباب، أسباب ميراث الورى، فأنا أرث فلانا لكونه أخي، وأرث فلانا لكونه ابني، وأرث فلانا لكونها زوجتي، وأرث فلانا أو فلانا لكوني سبق أن أعتقته. فالولى سبب من أسباب العتق. ويقول فيه الناظم أسباب ميراث الورى 3 كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نكاح، ما هو النكاح؟ النكاح قلنا عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطع ولا خلوة، يعني لو هنا في الحرم اجتمع شخصين، واحد من المشرق وواحد من المغرب، فأحدهما خطب ابنة الثاني ووافقوا وعقدوا، يعني ذاك استأذن بنته أو أخته المعنية قالت ما في مانع وموافقة، فبعد فترة وجيزة حصل حادث لأيهما، يعني للرجل أو المرأة. فلو كان الرجل مات نقول للمرأة التي في أقصى الدنيا عليك العدة، عدة الوفاة، وأنت ترثينه، وإذا كانت هي التي ماتت فهو يرثها، إذا كان لها أولاد فهو يرث الربع، وإذا لم يكن لها أولاد فهو يرث النصف مما تركته المرأة، لأن هذا من الأسباب، أسباب ميراث الورى 3 كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ما هو النسب؟ القرابة. جاء شخص وقال مات فلان وأنا أريد نصيبي من الإرث، طيب ما هي العلاقة؟ قال ولدي، نقول نعم تستاهل. قال ابني، نقول نعم لك نصيب. قال أخي، قلنا نعم. قال عمي، ابن عمي، إلى آخره، ذكر قرابة. لكن لو قال أنا أريد نصيبي من الإرث نقول لماذا؟ قال لي أنا جاره، أنا جاره 20 سنة الباب بالباب، أنا أقول نروح على المسجد سوا نعطي شيء من الميراث؟ لا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ما في، ما دام ما في قرابة فليس فيه ميراث، فالنسب المقصود به القرابة. وقراءتنا الآن بقيت أيها الأحباب فيما يتعلق بالكتابة، إذا كاتب السيد عبده على مبلغ يدفعه العبد له على أقساط شهرية، فما دامت الأقساط باقية فهو رقيق له حكم الأرقة، وإذا أكمل سدادها ودفعها كاملة انتقل من الرق إلى الحرية، انتقل من الرق إلى الحرية. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المجال، ونقول هنا
بأن الحرية أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة والصفات الطيبة، والرق أن يتبع الإنسان نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان. ويقول فيه الشاعر: والحر والعبد حر من تخلقه، والعبد حر من تخلقه، والحر من شهواته عبد. ويقول أحد العلماء قبل 1000 سنة، يقول: العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. فإذا أتبع نفسه وهواه وطمع وبدأ يطلب فهو صار عبد نفسه، وإذا قنع باليسير بارك الله له فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتابنا هذا الذي نقرأ فيه هو كتاب الكافي لابن قدامة، وقد ألف رحمه الله 4 كتب. ألف العمدة للطلبة المبتدئين، وألف بعد ذلك المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم والمعرفة والاستذكار، ثم ألف كتاب الكافي لمن تفوقوا عليهم وقطعوا مرحلة أطول، ثم في النهاية ألف كتاب المغني، وهو من أوسع الكتب لدينا في الفقه. فهذا غالبا يذكر روايتين. يسأل أحد: لماذا يذكر روايتين؟ نقول: لأن الإنسان أصبح عنده ملكة، وأصبح عنده مقدرة، وأصبح عنده سعة أفق، وأصبح عنده مجالات يميز بين الغث والسمين، يميز بين الدليل القوي والدليل الذي فيه نظر، فيحكم بما به براعة الذمة إذا كان قاضيا أو مثل ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن أحضر المكاتب المال فقال السيد: إذا أحضر المكاتب المال، قال: هذا المال اللي اتفقنا عليه 10,000 أربعة، قال السيد: لا، حرام هذا. طيب حرام منين؟ قال: إنكم مشتغلين فيه ربا وكذا. إذا كان يعلم أنه حرام ما يأخذ، وإلا فليس مسؤولا عن من أين أتى به. يعني مثلا يقول السيد: الآن هذا المال حرام. إذا أثبت أنه نتيجة صفقة أو نتيجة بيع مسكر أو بيع مخدرات أو غير ذلك مما هو محظور شرعا فنعم، وإلا فإن السيد ليس مسؤول من أين جاء المال، بل الذي أحضره هو المسؤول عنه، والسيد عليه أن يأخذ المال لأنه مقابل مكاتبته لعبده. نعم. فقال السيد: هذا حرام. وأنكر المكاتب، قال: لا، هذا عرق جبيني، ما هو حرام. نعم. وأنكر المكاتب ولا بينة. ولا بينة. إذا كان في بينة نقول للسيد: عندك بينة؟ قال: نعم، في صفقة كذا وكذا باع فيها مسكرا، في صفقة كذا وكذا باع فيها مخدرات، في صفقة كذا وكذا عمل كذا من المحرمات، نعمل بها. أو المكاتب قال: لا، هذا نتيجة أنا اشتغلت عند فلان مزارع، أو اشتغلت عنده نجار أو حداد أو كذا، وليس حرام. فإذا ما في بينة قد نطلب من العبد أو من الرقيق اليمين على أن هذا المال ليس فيه ما يؤثر عليه أو يزعج منه أو يعكر صفوه. نعم. فالقول قول المكاتب مع يمينه. إذا شككنا نقول: احلف إنه ما جاك عن طريق حرام. لأنه في يده. فالظاهر أنه له. فإذا حلف نقول للسيد: خذه. إذا قال: ما أبي، يعني نجعله في بيت المال، نجعله في بيت المال، وبيت المال يحفظ الأموال عن الضياع، فإذا رغب صاحبها جاء وأخذه، وإلا يعني يبقى في بيت المال حتى يقتنع صاحبه ويأتي. الآن عندنا مثلا في المحاكم امرأة وزوجها وبينهما خصام، واقتنع القاضي بأن هذا الرجل غير مؤهل وأنه يسيء إليها، وهي امرأة يعني مستورة الحال ذات أخلاق طيبة ومن أسرة مباركة، والزوج يسيء إليها، فرأى القاضي بأن من المصلحة التفريق، طلب من الزوج، قال له: أحسن تطلق؟ قال: لا، ما أريد أطلق. قال: طيب أحسن الخلع، نعطيك مبلغ، تأخذ مبلغ اللي قدمت، كم قدمت؟ 10,000، 15,000، نعطيك إياه. قال: لا، ما أخذ.
فإذا وجد القاضي أن هذا مصمم على الإضرار بها وأنها محقة في أنه لا يصلح لها ويسيء إليها، يقول جيبوا المبلغ ويودع المبلغ في بيت المال، ويكتب القاضي صكا بالخلع ويقول للرجل المبلغ موجود في بيت المال، متى ما رغبت في أخذه فيمكن تحضر وتأخذه، وإلا المرأة عليها أن تعتد من الآن لأنها أصبحت لا علاقة لك بها لما وجد منك من ضرر عليها. وقاعدة من قواعد الشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار، فالقول قول المكاتب مع يمينه لأنه في يده، فالظاهر أنه له، فإذا حلف خير المولى بين أخذه أو إبرائه. تقول أنت تأخذه؟ قال لا. قال طيب تبريه؟ قال لا. تقول خلاص مالك، ما في، إما أخذته وإما أبرأته، وإلا أودعناه في بيت المال إلى وقت آخر. نعم. أو إبرائه من مال الكتابة، فإن لم يفعل قبضه الحاكم، لأنه ينوب، الحاكم ولي من لا ولي له، فالحاكم ينوب. يقول تأخذه؟ قال لا. طيب تبرعه؟ قال لا. طيب لا، ما يمكن، لابد أحد. قال لا ما يمكن. نقول إذن القاضي يكتب لبيت المال دعوا هذا المبلغ أمانة لديكم، فإذا جاء ليأخذه، وإلا يبقى من ضمن موجودات بيت المال. نعم. لأنه حق تدخله النيابة، فإذا امتنع منه الحاكم، قلنا ولي من لا وليه، عندنا مثلا شروط النكاح وأركان النكاح، قلنا أركان النكاح ثلاثة. شيخ علي، أركان النكاح ثلاثة يا بني. أولا الزوجان الخاليان من الموانع، الإجاب والقبول، هذا نقول أركان النكاح. شروط النكاح أربعة. نعم شيخ علي. التعيين، ابنتي فلانة، ابنتي هند، ابنتي دعد، ابنتي زينب. الرضا، الرضا ما في غصب، إذا كانت المرأة ما بي ما يصلح لها هذا، ما يمكن نلزمها أبدا. الرضا، الولي، لا نكاح إلا بولي. نعم. الشهود، الإشهاد، وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب قد يكون واحد وحده هنا جات وما لها ولي، ويكون بلادها بعيدة، وقد يكون أهلها غير مؤهلين للولاية، غير مؤهلين للولاية لكونهم غير مسلمين وهي الوحيدة المسلمة، أو إنها من أصل يعني مسلم ومن أسرة يعني معروفة لكن انقطعوا ما بقى وأرادت أن تتزوج، هل نقول زوجي نفسك لعدم وجود ولي؟ ما العمل؟ ترفع أمرها إلى القاضي، ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي ينظر في وضعها، فإن كان يرى أنها صادقة وتبين له صدقها فيما تقول وأن هذا الرجل أهل لها، تولى الولاية أو ولى غيره، أو ولى غيره. نعم. لأنه حق تدخله النيابة، وكان يمر بنا قضايا فيها يعني يكون أبو الفتاة غير مسلم، أو أخوها يعني الشرعي اللي عندها، فهو لا يمكن أن يكون ولي، فالقاضي لازم هو الذي يتولى الولاية، فنحرص على استدعائه ليكون حاضرا، وإلا ليس له ولاية، على استدعائه لإعطائه شيئا من يعني من التقدير أو الاحترام أو كذا في هذه الزواج الذي يكون إن شاء الله مبارك، ويحضره وليس له بالولاية شيء، وإنما لأجل إزالة أي نزاع أو أي خلاف أو أي آراء أخرى يحضر مجلس العقد وقد يوقع عليه. نعم. فإذا امتنع منه قام الحاكم مقامه. نعم. وكذلك إن عجلت الكتابة قبل محلها، وكذلك إذا عجلت الكتابة قبل، نعم أين؟ وش معنى العبارة هذه شيخ بكاي؟ عجلت الكتابة قبل محلها، اتفقوا على الكتابة. نعم. على أن يسدد في رمضان. نعم. وبعدين الرجال تيسر له المبلغ، الرقيق جاب قال لكم فلوس خذوا المبلغ، ذاك رفض قال أنا ما أخذ. طيب لازم تأخذ، لأن هذا يريد أن يبرئ ذمته، قال لا أنا متفق أنا في رمضان ما أخذ إلا في رمضان، فيأخذه الحاكم ويكمل اللازم،
لأن المبلغ في أيد أمينة، في أيد أمينة. لكن إذا كان اتفقوا على أساس أنه يعني مثلا سامان على ما يقولون، إذا كان أنه يكون أكياس من الرز أو أكياس من السكر أو كذا، تحتاج وهم متفقين ويسلمهم مكة، وقال أنا الرز اللي عندي بالطائف أو الرز اللي عندي بالمدينة، فيلزمه أجرة النقل لأنهم متفقين على مكان محدد لتسليم قيمة الكتابة. نعم. وقلنا يلزمه أخذه فامتنع، قام الحاكم مقامه. وروي أن رجلا أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين، عمر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله بعد أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، نعم، إني كاتبت على كذا وكذا وإني أيسرت بالمال. أيسرت المال، المال موجود وأنا أخشى أموت، أريد أن يسلمه الرجال، رفض. نعم. فأتيته بالمال فزعم أنه لا يأخذه إلا نجوما، إلا نجوم، يعني الشهر الأول كذا والشهر الثاني كذا، وش نجوم يعني أقساط. نعم. فقال عمر رضي الله عنه يا بر، يرفع رجل يعني هو المسؤول، يعمر عمر وينهى اعمل كذا واعمل كذا، يا يرفع. نعم. يا يرفع، خذ هذا المال، خذ هذا في بيت المال. نعم. خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأدي إليه نجوما في كل عام، وكل عام أعطي السيد مبلغ المتفق عليه 1500 700 أكثر المال أن تستلمه يا يرفع، وبعدين سلم السيد في الأوقات المحددة، كل يوم كل شهر كل سنة حسب التحديد. نعم. وقد عتق هذا، وقد عتق لأن المكاتب سلم ما في ذمته فيعتبر قد أدى، أدى شيخ تركي ما عليه. نعم. رواه الأثرم. فصل. فإن أدى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا. طيب وش معنى هذا يا شيخ تركي؟ اقرأ العبارة يا بني وخبرني. أحسن لغيره، مثال ذلك يعني اتفقوا على 10,000 ريال ويسددها على قسطين كذا، القسط الأول دفع 5 بعدين حل القسط الثاني وقال وش رايك بعطيك بدل الخمسة سيارة كذا، سيارة نوع كذا موديل كذا من النوع الممتاز، قال زين ويني فيه، قال شفها عند باب القصر، وبعدين وصف له سيارتي وراح يستلم، قال للعساكر أنا هذه السيارة اشتريتها، قالوا لا السيارة هذه لفلان، سيارة ما هي بلو، هذه السيارة الفلان، فبان مستحقا يعني ما له علاقة، ما له فيه، واضح ولا لا؟ فبان مستحقا يعني هل ادعى أنه سيعطيه نجما أو سيعطيه قسطا ليس له، مثل ما يقول الشيخ. فصلينا ولهم واجفين عند باب القصر، شلون؟ قال والله هذه السيارة، قال لا السيارة هذه مفاتيحها معي والسيارة سيارتي وما أذنت له في بيعها أو أخذها، فبان مستحقا يعني غيره هو صاحبه وهو مدعٍ ليس له علاقة. نعم. فإن أدى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا وتبينا أنه لم يعتق، يعني بدفع مال وهو مستحق ما هو له، نقول إذن العتق لم يتم لأن العتق تم باتفاق ولم تفي بالاتفاق، يعني تم إذا كان في الاتفاق سيارة أنك تشتري له سيارة من الوكالة وتكتب يعني تطلع الاستمارة ورخصة القيادة باسم أو المطلوب، لكنه كتب على سيارتي أنا، فمعناه أنا ما وافق، واضح ولا لا؟ نعم. وتبينا أنه لم يعتق لأن العتق بالأداء، وما أدى ما أداش، ادعى أنه يملك وهو غير لا وهو لا يملك. نعم. وما أدى وإن علم بعد الموت فتركته لمولاه، وإن علم بعد الموت يعني بعد موت المكاتب فاللي وراه ما خلفه لمولاه يعني لسيده، وإذا كان السيد مات فاللي وراه لمن؟ لورثته يعني ورثة السيد، وهو لم يعتق بل بقي على الرق. نعم. فتركته لمولاه أو ورثته لأنه مات على الرق،
وإن ظهر به عيب فللسيد الرد والمطالبة بالأرش. الأرش وش قلنا؟ الأرش يا شيخ عثمان هو الفرق بين السليم وغيره، يعني هو إذا كان سليم قيمته مثلا 1000 ريال، وإذا كان غير سليم قيمته 900، فيدفع 100 الأرش. نعم. فإن رضي به معيبا استقر العتق، وإن طلب الأرش فأدي إليه استقر العتق، وإن لم يؤد إليه بطل العتق. نعم بطل العتق لأنه مشروط بالسلامة ولما تحصل. نعم. لأن ذمته لم تتم براءتها من المال. نعم. وإن رد المعيب بطل وإن رد المعيب بطل العتق. بطل العتق لأنه إلا أن يعطيه بدله. يعطيه بدله. نعم. وقال أبو الخطاب لا يرتفع العتق وله رواية ثانية، وقلنا إذا مرت في عند القاضي يجتهد بما به براءة الذمة، لأن القاضي لديه من الإمكانيات وسعة الأفق ما يبين صحة الدليل ومكانة الحكم. نعم. لا يرتفع العتق وله قيمة المعيب أو أرشه. أو أرشه الفرق بين القيمتين. نعم. إن أمسكه. إن أمسكه. وإن كاتبه على خدمة شهر فمرض فيه لم يقع العتق لعدم العوض. أي. وش معنى يا شيخ أحمد؟ وش معنى العبارة هذه وإن كاتبه؟ يعني اتفق معه قال الآن مقرب رمضان وأنا أحتاج إلى خدمة، وأبيك تخدمني في رمضان بحيث تحضر لي الفطور وتحضر لي السحور وتحضر لي كذا وكذا إلى آخره. قال من العين أبا كل شيء برتبه. يو آخر يوم من شعبان هو يمشي في الساحات وزلق وانكسرت رجله، دخلوا مستشفى النور أو مستشفى الملك فيصل أو أحد المستشفيات. من أول رمضان إلى آخره عتقه مربوط بالخدمة، هو لم يخدم إذن لا يعتق. أحسنت. فصل. وإن باع ما في ذمة المكاتب لم يصح لأنه بيع دين. بيع دين بدين ولا يصح. نعم. لا سيما وهو غير مستقر. نعم. فإن قبضه المشتري لم يعتق المكاتب لأنه لم يقبضه السيد ولا وكيله. نعم. وإنما قبضه المشتري لنفسه وهو لا يستحقه. وفيه وجه آخر. فيه وجه آخر لأن قلنا كتاب الكافي يذكر روايتين ويميز طالب العلم بينهما. نعم. أنه يعتق لأن السيد أذن للمشتري في قبضه. الرواية الثانية. نعم. فكان قبضه كقبض وكيله. نعم. فصل. إذا جنى المكاتب بديئا بدئ. لا إذا جنى المكاتب بدئ. نعم. بدئ بجناياته، لأن عندنا مكاتب يدفع أقساط وبعدين هو سوى يعني مشكلة، تباسل ويا واحد واخذ حجر وضربه في الشارع، صار عليه عرش اللي الشجة اللي في راسه فيها 5 وابعرة كما مر بنا أمس. قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المواضح يعني وهي 5 في الموضحة 5 وابعرة. فالآن المكاتب مطلوب أنه يسدد الأقساط اللي عليه، ومطلوب أنه يدفع قيمة الشجعة اللي في رأس الرجل اللي اعتدى عليه. 2 نبدأ بيهن. نبدأ بالجناية. نعم. إذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته، لأن جنايته تقدم على حق المالك إذا كان قنا، فعلى حقه إذا كان مكاتبا أولى. فإن أداهما أدى الاثنين عتق، أدى المكاتبة يعني أقساط المكاتبة وأدى الشجة التي في رأسه. وقلنا الشجاج الشجة هي التي تكون يا بني الشجة في الرأس والوجه خاصة، وأما في بقية البدن وش نسميها؟ وش نسميها؟ جرح. يعني لو ضربوا هنا، ضربوا مع البطن، ضربوا مع الورك،
نقول هذا جرح، لكن إذا في الرأس أو الوجه نسميها شجة. وهي عشر الشجاج، منها خمس فيها حكومة وخمس فيها شيء محدد، وأول التي فيها المحدد الموضحة، الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. وأنا سألت مرة الأطباء، دعوت الأطباء وسألتهم قلت كيف نعرف الموضحة، لأنه يترتب عليه أحكام. قالوا إذا احتاجت إلى خياطة، لو غرزة واحدة نقول لها هذه موضحة، وإذا لا جبنا شطرطون وضعنا عليها، جبنا لزاق وضعنا عليها، فهذه لا، يعني يحصل يقدر لها القاضي شيء يكون فيه مرضي للطرفين، وإلا ما فيها محدد. لكن إذا قالوا لا لازم تحطها إلى خياطة، غرزة غرزتين ثلاث أربع، وأكثر ما مر علي نسأل الله السلامة واحد أخذ حديدة كذا وضربها زوجته وصار فيه ويرحبها للمستشفى وخاطوها 14 غرزة. فبعض الناس يتصرف الله يهديه تصرف خاطئ. المهم أنه الموضحة هي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. نعم. فإن أداهما عتق، وإن عجز عن أدائهما فلكل واحد منهما تعجيزه، فإن عجزه ولي الجناية. ولي الجناية يعني اللي ضرب، اللي ضربه بحجر ولا كذا، لأنه هو صاحب الجناية. نعم. بيع فيها إن استغرقته، وإلا بيع منه بقدر جنايته وباقيه على الكتابة، متى أدى كتابة باقيه عتق. وهل يسري عتقه؟ هل يسري عتقه ويقوم على ويقوم على سيده إن كان موسرا على وجهين. رواية تقول نعم ورواية تقول لا. نعم. على وجهين، وإن عجزه السيد نعم. عاد قنا وخير بين نعم. وخير بين فدائه أو تسليمه كعبده القن، فإن اعتقه السيد فعليه فداؤه أيضا، لأنه أتلف محل الحق. وإن كان عليه دين من معاملة بدأ بقضائه مما في يده، لأنه يتعلق بما في يده ويختص به، والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته. فإن فضل شيء قدم ولي الجناية، وإن لم يكن له مال لم يملك الغريم تعجيزه، لأن حقه في الذمة، فلا فائدة في تعجيزه، بل تركه على الكتابة أنفع له. لأنه ربما اكتسب، راح يشتغل ويحصل. نعم. لأنه ربما اكتسب بما يعطيه فكان أولى. ونكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل باقي أحكام الكتابة الفاسدة في درسنا في يوم الأحد إن شاء الله. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ويوم الجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نرجع إلى كتابنا ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة نتناقش بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوان في سؤاله، كان الله في عون الجميع، يقول إن عندي عمال يشتغلون عندي بأجر شهري، وعندي مستودع وأخشى على المستودع هذا من أن يعتدي عليه معتدي، وقد وضعت برنامج كل واحد مسؤول عنه جمعة، جمعة من الجمعات مسؤول عنه واحد. نقول إذا كان في ذلك ضرورة فلا حرج لحفظ المال أن يعتدي عليه معتدي أو من أهل الأنفس الرديئة ويسرقون منه، وإذا أمكن يعني أنه يصلي في المسجد القريب ويأتي عند بدء الخطبة ويحضر الصلاة ثم يعود خلال 10 دقائق أو كذا، فلعل هذا لا يؤثر على المستودع ولا يؤثر على يعني ما يكون فيه ما يدعو للخطر.